يا صباح النور حبيبي، كديرين؟ كنتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم يلقاكم بصحة وسلام بإذن الله. كالعادة فقت، خرجت ولدي الصغير هو اللي عنده اخر نهار اليوم، فطرت الدراري، كل واحد اللي مشى لخدمته، كل واحد مشى يقضي شغله. عجنت هذا الخبز وانا نقول اجي، علاش لا، ان شاء الله نشارك مع الحبايب ديالي الروتين ديالي قبل ما نمشي للخدمه للعمل انايا. فقت كي قلت لكم، فطرت الدراري، كلشي خرج، جمعت الكوزينه، ان شاء الله عجنت الخبز. ان شاء الله دابا بغيت اليوم نجمع بيت الغسيل، وبغيت ان شاء الله هنا ننظفو مزيان ونعمرو، لان تقاد تي تقاد فيه كل شيء، بغيت نعمر كاع داكشي اللي كنخدم به. وكذلك عندي هنايا سلميه ناضت ليا بزاف، وقلت غادي نقطعها، منها هي غادي تنفس وتعاود تنوض، ومنها انا غادي ندير نجففها ان شاء الله. الجو اليوم عندنا اش نقول لكم، ما شاء الله وصافي مخربق. الصباح كانت الشميشه والبرد، ودابا كاينه الشتا وظلم عندنا الحال. المهم هانتوما معايا في هذا الروتين الصباحي ديالي قبل العمل، وان شاء الله كنتمنى الفيديو يعجبكم، ما تبخلوش عليا باللايك وبسبسكرايب، وهانتوما معايا في هذا الشيء اللي غادي ندير ان شاء الله. فيديو خفيف ظريف، كنتمنى تشوفوه كله باذن الله. هنا كنت تشوفوا معايا قطعت واحد شي شويه هنايا، خليت هنا ان كيس بغيت قلت شي نهار تكون باقا فريش، بل لي النعناع تبارك الله حتى هو راه نوض، غادي نقطع منه حتى هو شويه، لانني غنخدم المجفف غنخدمه، كاين واحد اخر تمايا سو المجفف غيخدم غيخدم، والله ما نديرهم كلهم في خطره واحده ان شاء الله. شتا العادات ما شاء الله، الله يعطيها لينا على قد نفع. انا غادي ندخل نسربي دغيا، لان ملي كتكون شتا لوطوغوت شويه كتكون الطريق غاديه ثقيله، دونك غنسربي دغيا باش ان شاء الله نتوكل على الله لخدمتي باذن الله. او ماي جاد، الله يعطيها لينا على قد نفع. مع الشتا تقريبا غسلات ليا هادشي كلشي، يلا دابا انا غير تنسوسو ولا تكون فيه شي حاجه وصافي. دابا هنا وليت كان غادي نحل كل هاد النعناع، من نحيدو من هاد العود ديالو باش نخلي غير الورق، باش هو اللي غادي يتشفف ان شاء الله. نسالي النعناع نفس الشيء غادي نستعملو للسلميه ونخدمو ان شاء الله في المجفف. ها نتوما معانا صافي. هنا حبايبي كي تشوفوا معايا، نقيت النعناع وهاديك السلميه، خديت غير الوراق، خرجوا لي ثلاثه هذا ديال لاطات ديال النعناع، كنت باغا ندير السلميه، صدق النعناع اكثر من السلميه. والسلميه عطاتني هنايا جوج لاطات ان شاء الله، هما اللي غادي نشفف باذن الله. ان شاء الله غادي ندير النعناع هو لتحتاني، لان السلميه الريحه ديالتها مجهده باش ما طلعش ليا النعناع. وهنا غنكمل ان شاء الله هاد جوج لاطات ديال السلميه. صافي هنا ان شاء الله غادي نبروغرامي مجفف على 4 سوايع، يقدروا ياخذوا قل يقدروا ياخذوا كثار على حسب هما شحال شاربين ديال الماء. بالنسبه لدرجه الحراره غادي نخليها على 115 ان شاء الله. نصيحه هنا للناس اللي مبتدئين في هادشي عمليه تاع التجفيف، بحال هادشي ديال النعناع الورود وهذا، من النصيحه يعني هادي عقلوا عليها، الا مثلا درتو مثلا ساعه وطلعتو درجه الحراره 170 ولا 160 غادي تجفف لكم، ولكن ملي غادي ديرهم عمليه التخزين ديال مثلا بحال دابا الحتى الجاي ولا العام اللي جاي مثلا ولا شي حاجه، غتلقاهم بانهم غملوا وخسروا لكم. من الاحسن غادي نديروا المده طويله ودرجه الحراره ناقصه بحال كي درت دابا هكا، وان شاء الله انا من بعد ساعتين ساعتين ونص غادي نجي وغادي نقلب ونشوف. يعني النعناع يقدر يتجفف اكثر من هذيك الميراميه لان الورق ديالو خفاف عليها. دابا ان شاء الله غادي نرجع معكم منين كلشي غيسالي، وغنعطيكم بالضبط شحال خد ليا ديال الوقت. صافي هنا كي تشوفوا معايا، عجنت الخبز ديال السميده، درت واحد 12 خبزه سميده ودرت واحد 12 خبيزه ديال القمح، تيبان لي هذا راه خمر، دونك دابا ان شاء الله غنبدا نطيب هذا. بين ما يطيب يقدر هذا يطلع، لان شويه الحال سخون اليوم. ندير الخبز يطيب ان شاء الله، ونمشي ندير ان شاء الله الغسيل يتغسل، وها انتم معايا.
ايه بغيت ندير هذا الغسيل، وقلت في نفس الوقت غادي نعمر داكشي نيت اللي تقديت معكم في الفيديو اللي قبل، هادشي ديال النظافه باش نيت يكون عندي موجود. كي تتعرفوا هذا الروتين اليومي، الصابون، غسيل الماعن، ما تيتقاداوش الطياب. صافي حبايبينا، كي تشوفوا معايا نقيت هذا البيت، الغسيل مزيان كله، مسحت الحيوط، كلشي، هذا لي شلف، كلشي قديتهم، هذوك الشباكي قديت الدواء اللي فيهم، باقي ان شاء الله تنتسنى واحد الكوليه غتقدر توصلني اليوم باش نقاد مزيان هاد لي فيتامين وداكشي. الماكينات كذلك تمسحوا، عمرتها هنا كي تشوفوا معايا. هذه اللي كنت شريت وريتكم في الفيديو اللي فايت، درتها باش نقادتي، يجيني ساهل ودغيا نخوي في الماكينه. وهنايا درت كل ما كيغتص بهذاك الشيء تاع الدراير، بحال هاد الوراق، هادو الدراي شيت، هاد لانجيت تاع النشاف، هاد الكرات تاعو معايا، صافي كلشي درتهم قراب لهنايا النشافه. مهم كان هذا هو بيت الغسيل اللي تنقى مزيان، ما نقولش لكم سخفت، باقي كاع ما كملت الدار سخفت. صافي دابا ان شاء الله غادي ندير الماكينه ديال الصابون، هي الاولى هاد كي تشوفوا معايا راني عمرتها. صافي دابا هنايا من بعد ما ساليت بيت الغسيل وكلشي، دابا ان شاء الله غادي ندوز الخبز، راه طاب خليته كيبرد، غندوز ان شاء الله نجمعو نقادو ونخلي داكشي اللي بغيت نصاوب للدراري الاكل ديالهم اللي غيديو معاهم ان شاء الله المدرسه والخدامهم. هنا حبايبي الخبز ها هو راه طاب قبيله، درته في هاد الشبكه هكا لان باش يبقى منفس وما يعرقش ليا. صاو هذا غطيته وخليته، دابا راه حتى برد على خاطرو. هذا الخبز ديال السميده، تيجي شوفوا عرفتي كي تيجي سبونج زوين، وهذا ولادي كيحماقوا عليه يديوه معاهم بحال كالمدرسه ولا لخدامهم از ساندويتش. القمح كي تنعرفوا القمح تيكون شويه هذا ما تيبغيوهش يديو معاهم، تياكلو غير ملي كيكونوا في الدار، وتا هو راه رطب. الخبازي بجوج انا ما كندير فيهم لا سكر لا والو، الملحه، الخميره، زيت العود، صافي وكنعجن بالماء، ولكن العجينه راه كتكون جاريه جاريه بزاف، داكشي علاش تيكون عندي هذا الخبز ديالي ديما تيكون رطب. هذا ديال القمح، هادو اللي طايبين بزاف هادو غنستعملهم ان شاء الله اليوم، وهادو اللي درت لهم ما حمرتهمش بزاف هادو غنديرهم في الفريزر في المشمد، منين نبغيهم ان شاء الله عاد غنجبدهم نديرهم في الفران باش بحري يتحمروا ويجوا مزيانين. صافي دابا ان شاء الله ندوز ونقاد الخبز ان شاء الله في بلاصته.
انا اعزائي كتشوفوا معايا صافي خويت الخبز هذاك اللي غيتكال في هاد اليومين هادي، راني درتو في حطيتو ليهم هنا في الكوزينه، وهذا اللي غيمشي للمجمد درتو هنايا في هاد زيبلاك ديت عليه، كاين ديال الهول ويت براد ديال القمح، وكتبت لهم الاسم سيمولينا باش اللي بغى شي حاجه غادي تجيه ساهل انه ياخذها. دابا ان شاء الله غدو غادي يخرجوا المجمد للكراج مع باقي اوكي حبايبي. هنايا مشيت خدمت وجيت وتعشينا دابا هذا الليل سميتو بروغراميتو خليتو وجد على 5 سوايع كي تشوفوا معايا ساميه هيا كي ولات دغيا كتفرتت. دابا ان شاء الله غادي نحلهم كلهم ونديرهم في القراعي باذن الله. صافي ساميه هذوك جوج لاطات هما هادو، النعناع هو هذا كتشوفوا معايا ها هو كرم مزيان. دابا ان شاء الله غادي نديرو في قرعه اللي غادي نحتفظ به فيها ان شاء الله. النعناع ترى نخليه بحال هكا، بحال دابا الا بغيت ندير به اتاي ولا شي حاجه كاس تاع نعناع ولا شي حاجه، ولا كنت بغيت نديرو بحال هكا نطيب به ولا هذا، راه غادي نفرتو غير بيدي وغادي يتفرتت وهذا ان شاء الله نستعمله. المهم هو انه التجفيف ديالو ها هو دار ليه وموجود. انا اعزائي كي تشوفوا معايا ها هو النعناع ديالنا الساميه ولا ميراميا، هنا هذاك الورد اللي درت معكم اخر مره في فيديو اللي قبل من الاخير، وهنايا دي بقدونس حتى هويا شففتو على هذا الشكل هذا وتيكون عندي موجود البرد. الا عقلتوا معنا في هذا فصل الشتاء اللي داز في امريكا العواصف الثلجيه وداك الشيء اللي وقع، سواء انا هكا كندير كنكون كان ديما تندير تنخدم المجفف ديالي وكنبدا ان شاء الله كنبريزيرفي هذا الاعشاب وهذا الشيء كلشي نطيب به الدواء بزاف الاستعمالات الشاي وكل شيء كي تشوفوا معايا. هذه غير البدايه قراعي صغار، مي انا كنبقى كل مره كنبقى نزيد تنقطع في كل مره نخرج للجرده كنلقى شي حاجه ناضت تنقطعها وكندير لها نجففها وكنبقى حتى تيكون عندي قراعي كبار اللي كيديو ليا الشتاء كله فصل الشتاء كله. سو قلت نشارك معكم انا الفكره كي تندير، والحاجه اللي كتكون مصوبه في الدار ماشي بحال الحاجه اللي مشريه، واخا تيكون تتباع داكشي في زنقه مجفف تيكونوا دايرين فيه دوك المواد زعما الحافظه وداكشي، هادو تيكونوا ناتوريل ما مزيوده فيهم حتى شي حاجه كلشي طبيعي كي تشوفوا معايا. كنتمنى ان شاء الله كل فيديو ديال اليوم كانت فيه شويه ديال الافاده، وكنتمنى كذلك انه يكون عجبكم ان شاء الله. انا حبايبي صافي ساليت الحمد لله داكشي اللي كنت ناويه باغا نديرها الصباح، دابا حل الوقيته ديال القهوه ديالي باش نرتاح. هنا حبيبي غادي نقول لكم السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكون كانت خفيفه ظريفه على قلبكم، وكنتمنى كذلك انكم تشجعوني باللايك وبسبسكرايب ومشاهده كامله الا جات على خاطركم. قلت انا غير نشارك معكم اشنو اللي كندير قبل ما كنمشي للخدمه، وكنتمنى ان شاء الله نكون انني حمست بزاف ديال الاخوات، وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.